يا مرحبا، مليون فيكم. يا مرحبا يا مرحبا. خلينا نرجع من وين وقفنا. قلنا بنركب حق هذا اير كولر، تذكرون؟ وبنركب حق هذا جرافيك كارد. ما اعرف اذا الصراحة بيكفي ولا ما بيكفي هذا، بس فلوسي ما ظني تكفي. تبون صدق؟ تبون صدق؟ ما ظني تكفي. لحظة، عندي كولكت انا شيء. لا مزين، نبغى شوب، نبغى نطلب، قلنا بنطلب جرافيك كارد اللي هو 970 اد تو كارت، ونبغى اير كولينج سيستم، نبغى اير كولر ارخص واحد ب10 دولار بناخذه اد تو كارت، 305 توتال. حلو. ونبغى الحين ان شاء الله ان شاء الله فلوس تكفي. تو ستكس من ما بتكفي فلوسي، ما بتكفي فلوسي. اوردر ارايف تومورو. ماينس 70. حلو حلو، دخلنا في الماينس. اكونت هير دزنت هاف اولويز رن سموثلي سو وي بروفايد فري اوفر درافت 1000 لين 1000 دولار. حلو حلو، بنبدأ ثاني يوم. شوفوا كم شغل عندي، وايد شغل عندي، وايد شغل عندي اليوم. بنركب له. انا ما اعرف مواصفات الكمبيوتر، ما اعرف. اول واحد بنركب الجي فورس. تعالوا نعطي جي فورس سريع جلدي. بي سي كان بوت ابجريد. سوري، هذا الرام. خلينا نشيل هذا، نشيل الرام اللي عليه. زين، نبطل نبطل، نشيل الرام. الحين نسوي انستول. شو عليه هذا؟ بي سي بارتس. وين ميموري؟ زين، خلينا نبطل هذا، نركب الرام الثاني. لا مش هني، ما يركب، لازم معاكسات. لازم هالشي لازم تعرفونه ترى. كمبيوترات انستول كلوزد. نايس. بي سي كان بوت، ان شاء الله يشتغل عاده. اوه، ما ركبت وايرات. محلاي شغل كمبيوتر وغير ما ركب وايرات. واحد يعني لازم يحاسب شو يركب ما يركب. اتش دي ام اي مالي هالكمبيوتر في شكله مرتب اكثر من الباقين. شكلها هاي بنتها جيمر، شكلها تلعب لول. صدق شكلها تلعب لول. مش لول، ما اعرف شو تسوي هي. شو الباك جراوند العجيب؟ طلعت حركات، رايد باك جراوند ودنيا فنانة يعني، ما فيها حيلة الصراحة. هلا نسكر كمبيوتر. زين، قوم شل الكمبيوتر. هذا خالص، هذا خالص. الحين نبى الثاني. هذا شو كان فيه؟ بوت ريبريس اير كولر. زين، خلينا نشيل هذا. ابو براغي، وين كيسات الجديدة ابو كليب؟ والله انها مريحات الصراحة. مب الحين يحطوا له كله شو اسمه. وين خلنا ننظف الكمبيوتر، تنظيف تنظيف شامل. لا العالم كمبيوترات منتهية وسخة. تعال 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 تعال، كلين اوت دست. بعدين احس وسخ. تنظف، هي تنظف. زين، ريموف اير كولر، انبلاك مذر بورد، نرده، نستول كولينج. وين الجديد؟ هذا الجديد. نستول كيبل، كونكت اير كولر تو مذر بورد. لازم لازم كونكشن وحركات دنيا. تركب كمبيوترات ما في مزاح. بس انا بوصل لمرحلة اني اركب كمبيوتر شيء سكراتش. هني طلبية يقول اشتر سامان ركب كمبيوتر، حطي هاتي كمبيوتر بمليون درهم. تعرفون كله سامان شي غالي.
نشوف يشتغل، بس اشتغل اموره طيبة. ما ادري حتى ما بشيك، حتى ما بسوي لا هذا ولا هم يحزنون ولا شيء. سكر مغبر ترى بعدها. لحظة شوي تنظف، خلينا اشتغل ضمير شوي. بضمير 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 ضمير، نعم ضمير. سبين نيز ثيرمال بيست. ها ارمو بنده بنده بروحه، ما سويت له سالفه. حطينا ثيرمال بيست. والله نسيت موضوع ثيرمال بيست، انا نسيت. بي سي كان بوتن او اس، طلع يعني شوي يستوي فيه. تعال شوف تو ستكس رامس هي حاطين انستول. خلنا نرجع الباب ماله، سكر الباب، اكزت، اشيل الكمبيوتر. كم كمبيوتر في الدور عندنا الحين؟ هذا يبغى له شغل، ها وراه فلوس، هذا وراه فلوس. اوكي ريبليس جرافيك كارد زي اكس تي. ها الكيس حركات حركات سولشن جي فورس. اوكي نفتش البرغي الجانبي انستول. ما نبغى هذا قديم، هذا ليش يبغى نفس الجرافيك كارد؟ ليش ما يسوي ابجريد؟ وضع صعب الصراحة، وضع صعب. انا اقول لكم الحين الريال هذا وضع صعب. انا واثق من شغلي فبسكر الكيس. لازم نركب وايرات يعني، بالعاده يوم وانا مروح اجلعهم ما اركب شيء. زين خلنا ندق سلف. ليف باي دور، تعال حبيبي شلع كل شيء، شلع كل شيء. تعال تعال هات فلوسي. زين كولكت ماني، كولكت ماني، كولكت ماني. في عندي فلوس غير مالي، استوى عندي 1000 والله. اوب 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 لفلت، طلع لي سامون يجي تخيبة. اوه ابي اركب كمبيوتر في هذا 6700 كي 6 كور، هذا حيده كان تقريبا. ما ايش تسوي برك لك بعد؟ ذا نكست مايل ستون ليفل 3 ان لوكس ريزن. كواد كور عندنا، اي ام 4 سوكت مذر بورد، سي جيت براكودا اتش دي دي. حبيب براكودا جديد ترى. اوكي I hope you can help me. My computer, computer stopped working on other day and ما يشتغل الكمبيوتر. Replace motherboard. تعال. بس شو motherboard اللي هو؟ بعد بيخيس يومين عندي. لين أطلب له بعد. Missing apply run 3D mark. ما بيدفع لي فلوس. XP مو مشكلة. هات تعال. Remove viruses. كل طلبات سهلة. ما في شيء، ما في ضرب ثاني. يلا خلنا نسير روح. ليف داي. او عندي يوم اجازة، كم لازم ادفع هني؟ زين ما خبروني. عندي فواتير جاية في الدرب، ما اعرف اغامر ما اغامر، شو اسوي ما اعرف. انا المفروض ارجع لك بس قلت اكس بي ابغى ليفل 3 هالحلقة يعني، بس اوكي مو مشكلة. بنحصل شوي اكس بي من وراه، بنضبط الاوضاع، بنضبط الاوضاع مو مشكلة. تعال خلنا نشغل هالكيس. تو كان عندي واحد منه، خلنا نركب يو اس بي.
ايوه بس غير سكانر. يلا 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 سرعة 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 سرعة، ما في وقت، حلقة بتخلص بسرعة. يس ريستارت ريستارت، سوي لي ريستارت رن على طول، ما في تفاهم. لحظة اوكي كلين اب فايلز بروتكتد باك. تبغى شيء ثاني؟ شله درع لويرات درع. هذا فكس عارف ليش مذر بورد، خلينا نشوف شو المذر بورد اللي يباله. ايوه هاي يباله شغل للاير كولر. مش مفروض انا مش لازم ابطل هذا اصلا، مش لازم ابطل الكيبلات انا. خلنا اشيل هذا الحين، اذا ما اعرف سمانة عقب مصيبة. ست براغي يخرب بيته. انزين الحين نبغى نشيل كل البراغي. دول مذر بوردز بروكن مور تانية زي 790. خلنا نطلب له شوب مذر بورد مور تانية اتو كارت باي ناو. حط عليه دليفري الخايس بعد. انزين نشيل هذا لان هذا بيوصل باكر، ما بيوصل اليوم، يوصل باكر. خل هذا هني ما برد حق رأيي. هذا الشيء يبغى احد ما كان يبغى وايد. اوكي ابلاي ثيرمال بيست يعني اظن بطل سامون، بطل سامون. شل هذا شل هذا انستول ثيرمال بيست حطينا نستول صديقنا الكولينج بروبرتي دكتور سيس. اوكي نحطي كيبلز نحطي كيبلز نحطي يو اس بي مالي وينه؟ دق سلف. والله خوف اني بتعيد والله صدق. ريستارت يس كولر من منو ركبتنا قولوا لي كم في اسمه. عفوا فريم زي متى بيخلص تست يا خسي؟ 8 اف بي اس شو الكتر هذا لاج؟ كيف يلعب هذا؟ سؤال والله كيف يلعب؟ شو 8 في اس يستهبل؟ 20؟ شوفوا كيف قلت الكمبيوتر كترة.
ما اعرف انا هذا كيف يلعب الصراحة. متعذب في دنيتي هذا والله. متعذب متعذب هذا. في واحد واقف هني. شو يسوي؟ لما متى التصميم مخلص؟ كرهت 3 دي مارك تراني. اوكي. كيف اسس؟ كيف 3000؟ 1000 50 سكور ما بيب. صدق والله. يعني تمسخر. والله يلا ما عليه. قال 20 نت بيسكن استهبل والله. انت تعال، انت ما خلصت شغل وياك. تبغى اخليك هني مبطل؟ لحظة، في عندي فلوس كولكت كولكت. انت باكر. Thanks for fixing my PC. Upgrade networking. Recently upgrade my PC but it's not working properly. Computer boots but okay when I try to game crashes style. Install Sheen. Power King 600 or better. زين. أول شيء خلنا نشتري الأسامون هذا. نبغى Power Supply. ما بسوي بتر، ارخص شيء بيصير فلوس دفع ما يتغير. زين ران 3 دي مارك ابجريد 4 جي بي اوف رام 4 جي بي اوف رام ران 3 دي مارك. اوكي 4 جي بي اوف رام. I need 4 جي بي اوف رام. ليش كم رام هذا يستعمل؟ الحين في حد يستعمل اقل؟ ما يستوي. دي اف ال تايتان ها 45، هذا 60، هذا بكم؟ 40، 45 40. جي دي ار 4 بشتري هذا رخيص. التكارت باي نو، خلنا نشتري الارخص يعني، عرفتوا؟ يلا سي تو مور ورك جو تو ورك. خلنا نستلم سمانا. اوه وصل مذر بورد. خلنا نسير اركب مذر بورد مع الريال. مسكين يتريا كمبيوتره. بي سي بارتس نبا مذر بورد. لازم نحط المكان براغي. على فكرة الكمبيوتر في صدق ما يفرق وايد التركيبة، تقريبا نفس الشيء يعني. يعني يكون في ست براغي، يكون فيها سوالف كلها تقريبا. وين بروسيسور مالي الحين؟ اوبن سي بي يو شيلد. ما بسوي ريموف. لا 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 اكزت. هذا انستول بروسيسور وودورد. انا ما اعرف اي كمبيوتر من اي وودورد. هذا وودورد. اوكي زين يسوون تاك. انا مال منو قاعد اركب؟ كولينج وودورد. لا لازم اول شيء شو اسمه، كيف اركب هذا بدون ثيرمال فيست؟ بيحرق الدنيا يا الله. الحين كيبل كيبل اخر شيء بخليه، بعدين نبغى نستول باور سبلاي. مال ما عنده باور سبلاي عندي هذا، بس يبه يباله نركب الرامات ماله. انا ضد المبدا الرام بس ما عليه، خلينا نركبه دام اني بطلته خلاص. ما انت عايز مذر بورد؟ مش ماله مش ماله. ايوه هذا وودوارد. سكر برغية يا حبيبي. بعد شو عنده؟ كان عندنا ما عندنا شيء ظني ثاني حقه صح.
لا ما عندنا شيء ثاني حقه، هذا مش ماله، سامان حد ثاني، والله نسيت سامان منه. خلينا نسوي كيبل مانجمنت، نوصل كل شيء في مكانه. كونكت كيس، وين هاردسك ماله؟ ما في هاردسك. شو ولا وصلته انا اوريدي وما شفته؟ شكلي وصلته وانا ما شفته. اوكي هنسوي له بوت، يسوي بوت. اوكي نستول، وين الباب ماله؟ هذا الباب. انزين اكزت، شل الكمبيوتر، جيب اللي بعده. لازم لازم، بس نحن قريب نلفل ترى على فكرة. انزين بس خلنا نبطل هذا. يو يا البراغي، يا حبيبي شو الكيس هذا بالمجلوب؟ انا بطلته، ما عليه مشكلة. كيس صغار هاي المني اي تي اكس، هاي مو داني يهمنا، يا ان كمبيوتر عدل يا ان بلاها. والله صدق ان كمبيوتر كامل، مع انه مرات مغري فكرة الكيس الصغير. كيس فنان، نقدر نحط الى حطي اي مكان، نقدر نتعامل معاه. زين نستول، انا وصل لي باور سبلاي صح؟ يوزد ما نبغى طبعا. شو ارد اركب له مستعمل؟ شو ريال يبغى جديد، لازم ذم وضمير، بدون ذم وضمير ما ينفع. اركب كل شيء مكانه، نركب هاي كل شيء، كل شيء مرة. بنسوي له بوت الحين، يبو باور سبلاي. اوكي كل شيء مركب. شوف اشتغل 3 دي مارك. يلا ماركت يو اس بي مالي، كيف عندي 3 دي مارك؟ ها كم في اس مال بعد؟ كله تعبوني 20 فيش. ولا هذا وين 150 يضرب؟ هذا ممتاز، هاي 150 هذا كمبيوتر يعني. 16 عشان الساعة انا كنت اطلع. شو الكمبيوترات تعبونا؟ بركب كمبيوتر ب 20 دولار، انا ما بركب هاي، بس يلا لاجل الفلوس شو نسوي؟ محتاجينهم، بنصلح كمبيوترات اليوم بنسكر الحلقة. نعم نعم، هو موضوع فلوس حاليا، بعدين ببطل عليهم، بقعد اركب كمبيوترات. عندي فواتير لازم ادفعها، باقي يومين عليها. ثري دي مارك قاعد يطول. اسمع صوت مروحة، صوت مروحة عالي. ما يصير يسوي ليكويد كولينج بعد؟ يوه ندق ليكويد كولينج هنا. شو عز والله، تعرفون شو العز؟ عز عز. بس خلصنا 3 دي مارك، خلص خلص الكمبيوتر اظني المفروض. وين باب الكيس؟ اي واحد ماله، هاي الاثنين ماله، انا بطلت الصوبين. هاي شغلة البراغي، واحد يبغى كيس براغي هاي شغلته. قال شو؟ قال شدون، قال تريو الحين. وي اذا سويت له شدون، اسحب من الكبرات وروح. هذا الضمير اللي اتكلم عنه، شفتوا كيف؟ ضمير الغائب هذا، مش ضمير. تعال انت
ما حيجي كان يبارك تبسطك عادي يكون طالب لك سمان شيبا ابجريد 4 جي بي رام ها ما يبارك شيء ها سريع سريع بخلص الحين زين عندي سامان ببيعه ولا شو اسوي فيه عندي سامان زايد طب نستكشف الحين وين الرام ميموري وين هذا جديد اوكي بس شغله زين بخصوص كابلاتي يعني ممكن ابى اشغل الكمبيوتر بدون باور سبلاي شفتوا كيف سي كمبوت يو اس بي مالي وين ركب يو اس بي بعدها شغال شو اسمه يو اس بي درايف يعني ويندو شغال والله لمسه جميله رحت ورديت شو اسمه شغال واللي هو ممتاز يعني بس لازم اشيل يو اس بي مالي خلنا نشوف هذا كيف كمبيوتره كلام قوم 16 في اس متى بيوني كمبيوترات قوم بمليون في اس نباي شاشات بس شاشتي زينة اظن هاي لازم اركب شو اسمه كمبيوترات قوم بس ما تم لنا شيء على ليفل 3 خلاص يعني تعرف فواتير الحين بعد الحين بصير باخذ طلبيات الاداد بنسكر الحلقة ونشوف طلبيات العقبة كيف ف اوكي نفس 3 دي مارك كل مرة قاعد نسوي رن حق نفس 3 دي مارك نفس 3 دي مارك مش كنا شيء يعني ها انا اقول نص لحظة اسوي له اكزت الحين ها سيف سويت له رن يمشي لا لازم تراي يخلص عاثرنكم وياي صح بروح افكر بروح ما اعرف اسوي شيء مفيد تريا هذا ساعي يسوي رن يستهبل يستهبل لا يستهبل صح والله مو مشكلة يلا خلينا نشوف كيف ترتيبه الحين الوضع يبالي الصراحة جيمينج محترم شوف الناس تلعب على كمبيوترات وانا اركب كمبيوترات شفتوا الفرق بركب لكم كمبيوتر ليكويد كولينج تريو اتمنى يكون في ليكويد كولينج انا ما شفت وايد عن اللعبة يعني قاعد استكشفها معاكم استكشفها والله كل اللعبة معاكم قلت ما مش مش اني قاعد ولا لاعبينها قبل ولا شيء بس هذا باسمهم كله تعبان بعرف كيف يسوون جيمنج على الكمبيوترات هاي انا بيني يعني بس كذي يطيح عندي ما اقدر عادي اصاب بالجنون ولا شيء لازم يكون الكمبيوتر اقوى من الطريقه هاي شوفوا شوفوا FPS 8 frames per second 8.9 الوضع صعب يعني الصراحة انزين 3D مارك الأسري ترى يطول أكثر وايد أقولكم ترى فلا تقولون هذا يطول بس الحلو حاطين أجزاء فعلية ترى مش حاطين جرافيك كارد ما أعرف شو خربطان لا حاطين شغلات زينة زين إيميل نحن أصدقائنا هني شل فلوسي أنت أصدقائي لكن ليش ما عندي طلبيات جديدة 4 جي بي رام يبا ما يستوي مارك از ان ريد ادق دبل كليك شو يستوي بعد 3 دي مارك
بس ما في. انا سويت 3 كمبيوترات صح. الكمبيوتر الثالث سويناه خلاص. اوكي ما عندي طلبيات غير بس هاي كل الطلبيات. يستهبلون. خلينا نشيل هذا ونشيل 4 جي بي رام ارخص واحد ما حد اجيبه. هو تشيك اف ات دزنت هيت بعد. بروح اشغلانه. اد تو كارت تشيك اوت باي نو. انا شو اخذت؟ انا احس اني اخذت قطعتين صح. المهم هاي كانت حلقتي. وود وورد كولكت بيمنت فروم ايميل. وين وود وورد؟ هذا. وانا اقول وين؟ شوفوا اقول لكم فلوسي ناقصه. كان في كمبيوتر ثالث الحين صح ليفل اب يعني سامان جديد حلو. هاشي يبا 1500 جي بي ستورج يبا مو بمشكلة. بس حدد شيء هو شو يبا. خيبة ويب سايت ما اعرف منو. ابكمنج سينماتيك ما ادري شو ما بعرف قصة حياتك. فرونت بوستر ما اعرف منو. خربطان ايرد كولكتر اديشنز بلو راي رب ذم تو ماي كمبيوتر فور مور كومبليت فريم باي فريم. سادلي اي دونت كارنتلي هاف انف هارد درايف سبيس سو تقدر ماي ستورج كاباسيتي. يبقى 1500 جي بي. شو رو من حصل له؟ اظن بركب له 2. زين بركب له. خلينا نشوف شو الايداد عندي. 1 تيرا بايت ابجريد تو 1500 حدده. شري 1 تيرا بايت زائد هذا. بس غالي هذا غالي ما عليه. مو مشكلة. كم بيدفع هو؟ 240. واشتري له سامانة بكم؟ 60 و50 110. لا اوكي اوكي ورث ورث. بي سي كان بلاي سيل واي ذا سيلينج سيميليتر ريكومندد سبيك. I've been playing great sailing simulation. I called it to learn and see what is in drops. I use program called to run, see what I need, and it seems that while my PC is okay for minimum specs, go terminal needs better GPU. Can you have a look for me, please? Recommended spec. يبغى له جرافيك كارد جديد. هذا MSI. هالكمبيوتر بستلمه اول. هذا بستلمه اول عقب بشوفه. اذا اقول to use that it will run program that it will purchase from the shop. اوكي محتاج برنامج جديد. tools لا ولا ترن اوف. $200 هذا بس برنامج بيتم وياي على طول يعني. باي ناو. خلاص هاي حلقتنا اليوم. باكر بصلح كمبيوترات ان شاء الله. زياده بشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.